نبدأ بالترندز، وأول الترندات الموجودة كانت في تويتر من أمس لليوم، هاشتاغ غيابك سبب لي دقيقة. عارف ايش المضحك اكثر في هذا الموضوع؟ ايش المضحك اكثر في انه هذا اكثر الموضوع؟ من 32 الف تغريدة. طب ليش الحزن يا جماعة؟ واكثر الهاشتاغات او المواضيع اللي بيكون فيها عاطفة بيكثر فيها الجدل بين المغردين. بس دقيقة بعرف، يعني هي اصلا هم كاتبين الهاشتاغ غلط في تويتر ولا هنا مكتوب غلط؟ اي ثينك هنا غياك مكتوب، هنا غياك، غياك هي غياك. غيابك، هي غيابك، يعني هي غيابك. مكتوبة في تويتر غيابك، بس عشان اعرف انه لا هي مشكلة، يعني غيابك سبب لي، يعني اللي حيتكلم عن الغياب ابدا يعني بهذا الهاشتاج، لا روح حبيبي عشان لازم تصلح الهاشتاج غيابك، غيابك يعني سوي الاعداد. شايفين طبعا بعض التغريدات اللي كانت معانا في هذا الهاشتاج اللي وصل للترند، وكان الكثير يعني اظهر الكثير من المغردون المشاعر الجياشة والمواقف اللي سببت لهم او تسببوا في غياب بعض الاشخاص في حياتهم، وافتقدوا اكيد هذا الاشخاص. عشان كذا يعني اقول لكم لا تخسروا الناس عشان لا تنوجعوا في يوم من الايام، صح؟ طبعا غياب مختلف عندنا كمان في ترند كان على تويتر، واحد الاخبار اللي كانت يعني ترند في 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 تويتر، وهو ايضا غياب احد الخادمات الفلبينيه من عند اسره سعوديه، رحلت الى بلدها بعد تقريبا 29 عام من الخدمه، وتربتهم وكبرتهم، وقالت يعني الاهم من اهم الامور اللي حدثت في تويتر لما قالت هذه الخادمه ما راح اروح بلدي الا لما عبد الرحمن يتزوج، وعبد الرحمن رد بتغريده. خلونا نشوف هذه التغريدات مع بعض ونستعرضها عشان تتضح الصورة أكثر للمشاهدين. طبعا بعد 29 سنة خدمة قررت الغالية أنها الرحيل والرجوع إلى الفلبين، وكانت تقول دائما بتروح عبد الرحمن وأروح أتزوج عبد الرحمن وأروح الفلبين، وشكرا على كل شيء قد فعلتي من أجلنا، حتما سنزورك مع أبنائي بإذن الله. وهذا طبعا كان رد عبد الرحمن لكلام إذن الله إذن الله، هي نفسها لا مو نفسها، تفرق في القواعد. في القواعد لما يكون في قبل لفظ الجلالة مكسور كسرة تكون الله، غير كده تكون مغلط الله. اي نو، بس هي طلعت كذا معايا. اوكي بس مو نفسها، هي طلعت كذا معايا يا جماعه، لا تدققوا. عموما طبعا يعني قد ايش ممكن الاشخاص يتاثروا خصوصا بالعشره الطويله، اذا تكلمنا 29 سنه ابدا ما هي قليله، فاكيد طبعا رحلت وتركت في قلوبهم الكثير من الحزن، ان شاء الله يروحوا ويزوروها. بالرمي جسر المحبه، ايش في لميا؟ والله ترى الكثير في قلوبهم، والله ترى شيء موقف ترى مره يزعل. محزن، ما خليتيه محزن. انا اقول لك حاجه، انت من الناس اللي تاثروا بسرعه جدا. والله انا تاثرت بالكلام على فكره، والله حتى بمجرد الكلام وما عشت الموقف فعلا تاثرت. فتخيل اذا انا عشت هذا الموقف، ما اعرف ايش ممكن يصير فيا. ممكن تفتقدوني في ساعات شباب. اوفر، لا اوفر، احنا نحتاج نعرف. الان هاشتاج مبادره ساعه شباب لدعم الفنون عند لميا. اللوحه اللي معانا اليوم للفنانه التشكيليه سماء الدرويش، طبعا شايفين صوره الصقر، واول ما شفنا هذه الصوره وشفت الصقر مرسوم ايش جاء في بالي؟ اللي ما يعرف للصقر ايش؟ شوي صح. طبعا العمل اسمه شموخ، وهو مرسوم من وحي الخيال. ما اعرف ليش شبهت الصقر بالشموخ، والوان العمل تميل لالوان الرمل والصحراء، وهي طبعا البيئه اللي ممكن يعيش فيها الصقر، ففي تناسق جدا كبير في هذه اللوحه. انا حسيت اللوحة. في حاجه هنا كمان في زيل تريك معموله، الاصفر لو تلاحظوا لمي هنا الذهبي كانها مباني بس من الجنب طالعه، فاهمه؟ كانها مباني. مباني؟ لا الا انا حسيتها الا هذا كانه برج خليفه. برج خليفه والمباني الا دقيقة منيرة تقول كانها جبال، فين الجبال منيرة؟ منيرة ما في جبال. نبي نشوف فين الجبال بالضبط. هذه اللي يقول عليها تراد جبال، لا ما لا هذا برج خليفة وهذه أيوة. المباني اللي موجودة في شارع بالزايد. ممكن اتفق معك تراد، لانه الفنانة قالت في هذه اللوحة تحديدا ترمز لدولة الامارات بما فيها من رسمة الصقر والاصالة العربية وبعض الخطوط الموجودة فيها والتفاصيل ترمز للأبراج. طب هي أوريك شيء ثاني. ها
نفس الرسمه هذه محطوطه هنا، شايفتها في الجناح؟ ايوه برج خليفه وبنفس المباني برج العرب برضو، صح، والمبنيين عندك برضو معموله بطريقه ثانيه جايه من هناك لهنا. صحيح، هذه المباني شوفيها. صحيح، هي قالت الفنانه فعلا هذا الشيء، فانا اتفق. يس، انه قالت انه في بعض الخطوط الموجوده في اللوحه ترمز للابراج الموجوده في الامارات. احب الفنان الذكي اللي يعني دخل بعض الحاجات اللي ما حد يتوقعها حقيقه. من اللوحات الجميله، الوانها حلوه، بس انا لو كنت برسم اللوحه كنت يعني اضفت عليها حاجات ثانيه، لانه ما احب الاشياء اللي هي الحاده، زي مثلا الوجه شويه تحسيه حاد. هو الصقر كذا لازم يكون حاد. لا لا لا، انا اتكلم في الرسمه الصقر نفسها. الصقر يا جماعه لازم يكون لمين. حاد. هذه هذا هو حاد، ال ايش اسمه ده حق البرقع؟ البرقع؟ ما ادري. ايش اسمه؟ البرقع صح؟ برقع إيه؟ برقع اسمه مره ما نعرف الصقور نحن، اوكي؟ المهم هو ذا لازم يكون حاد، لو كانت العلود موجوده كانت صححت لنا اتوقع المعلومه. انا لن اشارك. فعلا شكرا للفنانه الجميله سما درويش لمشاركتها في مبادره ساعة شباب بدعم الفنون، ونتمنى لك اكيد كل التوفيق. ونحن مكملين. لا دقيقة، انا إيه؟ تحسي انك طول بداية الحلقة وانت تغلطي وتسلك لنفسك، تقول مشي مشي مشي. ليه؟ لما طلعتينا فاصل من غير ما نتناقش في البرقع حقك. خلصنا خلاص، خلص الموضوع. طلعنا والله خلصنا، خلص ابدا صراحة. احسن لك لا تفتفي شيء انت ما تعرف. انا بقول انا بسألك اوكي، ليش قلتي برقع طيب؟ انت قلت سنام. انا قلت سنام الجمل، هذا اللي انا اعرفه، بس انت قلتي برقع قفلت على السالفه كلها. هو فعلا يسموه اي ثينك، وراح نتاكد من هذا الموضوع، يسموه برقع، وراح نستشير اكيد اخصائيين في الصقور. اخصائيين يا ابوي طلعنا فاصل، اطلع فاصل نرجع. اخصائيين ترى اخصائيين فعلا. يوميات عائلة ما شاء الله، يوميات عائلة ملسوعة، هذا هو عنوان فقرتنا لليوم. قولي لنا طبعا هذول العائلة بيوصلوا رسالة للناس من خلال مقاطع فكاهية، واليوم مشرفينا بالاستوديو أشرف وكنان وأيضا ريتان هنا اللي جنبي جالسين. أهلا فيكم، مشرفينا منورينا. بالعكس الشرف لنا، والله فعلا الشرف لنا، كأول استضافة تكون في قناة قوية مثل روتانا خليجية فعلا شرف لنا. الله يسعدك، منورين ومشرفين أشرف. أبنائك طبعا كنان وريتان. والله يعني أنتم اللي شرفتونا ونورتونا فعلا. يعني يوميات عائلة ملسوعة، هذا بفهم سبب التسمية ليش؟ هو أم كنان الله يديها العافية دائما تقول يعني أنا متزوج رجال ملسوع، على عيالي ملاسيع ومش عارف إيه، فمسكت فينا على ملسوعة. أوكي، طبقوا هذه الكلمة. فإحنا بنطبقه عشان نوريها من الملاسيع بالضبط. عاد أنا أقدر أقول اليوم إنه الله يعينك، الله يعينك العنود، بس نبغى نعرف متى قررت إنكم تشاركوا الناس بيومياتكم وتخلوا حساباتكم بابليك وتفتحوا يومياتكم للناس؟ طبعًا إحنا دخلنا في السناب من أول ما أي أحد دخل في السناب. ما كان عندنا فكرة انه نبغى نصور يوميات وكذا، بس اللي حصل معايا موقف انه انا كنت مع صديق لي يعني ومعاه ولده في عمر كنان، عمره 4 سنوات او 3 سنوات في عمر كنان، فانا بمزح مع ولدي واخذ ودي معاه وزي كذا، فالطفل قال لي ابوه انت ليش ما تعاملني زي ما عمه اشرف يسوي مع ولده. فانا بديت اتكلم مع الرجال ليش ما تمزح معاه وزي كذا، الادمي زعل. ما يعني حسيت في ناس ما يحبوا انك انت تنتقده او تقول له او حاجه، خصوصا في علاقته مع ابنائه. بالضبط يعني لا هذه علاقتي رسميه وزي كذا انا ناجح. فالفكره الولد هذا ما لفت انتباهي، انا صرت اصور يوميات وارسل له اياها خاص، ابغاه يشوف احنا كيف يومياتنا وكيف مش هذا كيف عايشين مع اولادكم. شهر بالكثير الادمي بدا يشكرني، يقول لي انا ما كنت اعرف انه لازم اتعامل مع ولدي كذا، يعني انت قربتني من عيالي، قربتني طريقه غير مباشره. ايوه، فالموضوع صار خلاص اوكي انا غيرت شخص، ليه ما غير ناس كثير؟ انه ليش الرسميه؟ ليش هذا؟ ليه ما نخلي العلاقه تكون كوميديه اكثر مع اطفال؟ عشان خلاص
اللي هو في ستار بينهم احنا نلغيه. من ابرز الفيديوهات اللي انتشرت لك اشرف انت وابنائك نشم النمل، هاشتاج نشم النمل جاب يعني الكينج هذا جاب ترند في تويتر وكثير من السليبرتيز او المشاهير عفوا حطوا الفيديو فعلا. عندهم ايش اللي حصل ذاك اليوم؟ كنان شم النمل. طيب ايش فكره نشم النمل؟ يلا يا بطل ايه؟ شم النمل ايوه فكرة نشم النمل احنا يعني متعارف كلمة نلم الشمل فاحنا غبنا يومين عن المتابعين فالناس فينكم فينكم لانه كنان تعب شويتين وانا ما احب اصور اذا في اي احد تعبان الحمد لله فاول سنابة رجعنا كنان طبعا لما يكون مبسوط يلا نبغى نصور نبغى نروح ننبسط ونضحك فجأة يفقد العربي لما يكون مبسوط ينسى العربي ما اعرف ليه فبقول له احنا اليوم ايش نبغى نسوي؟ فبدل ما يقول نلم الشمل ابدع فقال لك نشم النمل ومن يومتها حشرات اصلا هذه الكلمه يعني طفل بعمر كنان العقل اللاواعي هنا يشتغل من وين سمع كلمه نلم الشمل؟ يعني كلمة كبار يقولوها ما نسمع الأطفال يقولوها لا احنا كأطفال نلم الشمل نلم الشمل ايوه زي كذا فهو قلب الكلمة فما ادري ايش كان فكره وقتها ومين يقولها صح اكثر كنان ولا ريتان؟ والله الشعب كله صار يقول نشم النمل نشم خلاص النمل. ما يلا ان شاء الله نشم النمل جات لي لدغه في الموضوع طب اشرف كيف تشوف تفاعل الناس معاكم على السوشيال ميديا؟ هل في منتقدين؟ هل في ناس بيأيدوكم فعلا؟ ريتان مصره اني اصفق مصره اني اصفق اليوم انا ما توقعت ابدا انا ما توقعت ابدا انا الفكره ما في انا على فكره انا دخلت السوشيال ميديا من 4 شهور بالضبط يعني الحمد لله وصلت رقم وصلت لمتابعين وصلت لناس يحبونه في 4 شهور بالضبط الخاص عندي انا ما عندي مشكله انه تشوف الخاص كله ضحك يدعوا لنا مبسوطين ما شاء الله يكفي ناس كثير يخشوا لي على الخاص شكرا ان انت غيرت انه احنا صرنا قريبين من اطفالنا قريبين من 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 زوجتي يعني هذا اهم حاجه عندي انه واحد يكون قريب من اطفاله من زوجته موضوع الاصحاب موضوع العمل كله لاحقين عليه بس الفتره هذه انا ما هلحق عليها لما اكبر فعلا هل في اتفاق اشرف بينك وبين ابنائك اوقات في بعض الفيديوهات ولا بتكون عفويه كلها؟ انا لو اتفقت معاهم ما هتطلع يعني الحمد لله يعني بقول لك في 4 شهور في اكثر من مقطع اتنشر لو اتفقنا ما هينفع ريتان عمرها 2 سنين كنان عمره 4 سنوات احنا بنصور مثلا في مول او في منتجع او في اي حاجه احنا بنصور اللي هو 6 مقاطع 10 ثواني ما ينفع انه طفل بالعمر ده انه يفهم سكتش او يلقن او حاجه فهي عفويه فهي كل ما تكون عفويه حلوه انا جربت انه مثلا مره اقول له سوي كذا سوي كذا ما حبيتها ما كانت عفويه اكثر غير انها عفويه حسيت انه انا بتحكم فيه ايوه انا ابغاه هو يتكلم انا الحمد لله من يوم ما انا بديت اصور سنابات وكذا علاقة أولادي صارت شخصياتهم جدا قوية صاروا اجتماعيين صاروا ما يخاف هو له ساعد يسوي باي ما نعرف لمين الشيء الجيد كمان انه ان شاء الله يصير يتم في بعد كذا تنسيق بينكم وبينهم لانه انت بتوصل رسائل مره مهمه في طريقه التربيه بس عمره صغير اني انا اخليه لما نكبر هو حاليا احنا اهم شيء نبغى نبين كيف الاطفال بيكونوا مبسوطين كيف الزوجة بتكون مبسوط لما الأب الأسرة اللي هو ماسك البيت كله بيكون معاهم كويس وصاحب وصديق من الآن من الصغر من عمر صغير يعني أنا لغيت فكرة إن كبر ابنك خاوي هذه ما ظنيتها لو كبر خلاص ما هحصله بعد يعني هو من دحين ماشي هو فعشان كده أشرف لنا عندنا بعض المقاطع لكم ولازم أكيد نعرضها معانا اليوم في البرنامج خلونا نروح نشوف مقطع صغير ونرجع لكم وحشوك؟ إيه راجعين ايش نسوي؟ نشم النمل ايه؟ نشم النمل نلوم الشمل طبعا هذا اكثر مقطع هو اكثر مقطع على راسه وانتشر بين الناس صحيح؟ بالضبط طب ايش كانت لما بتطلعوا سوق لما بتخرجوا مطاعم مولات مع بعض كيف بيكون يعني هل الاطفال كنان وريتان بينبسطوا لما بيشوفوا الناس يعرفوهم يجوا يتصوروا معاهم يعني خلاص كنان وريتان صاروا مشاهير كنان ما شاء الله ريتان يعني كسنتين يعني ممكن لسه ما تكون فاهمه الموضوع اوكي كنان 4 سنين ممكن ينبسط لما احد يتصور معاه يا بابا هم يحبوني انا مشهور انا كويس اكيد كطفل لما يشوف الناس يتصوروا يكون جدا مبسوط يعني بالعكس
احيانا اكون يعني ماني في المود ان انا اصور او حاجه، بابا اليوم ما صورنا يلا نصور. ففي فتره انا اخليه هو يمسك الجوال، طبعا صعب انه يمسك الجوال كبير عليه وزي كذا، فبيمسك الجوال الناس يقولون لي خلاص انت لا تصور، خلي كنان يصور. في له عفويه انه هو لما يمسك الجوال حاجه، خصوصا الجيل هذا اللي طالع الان خلاص تعود في يده الجوالات وصار مزين يعني. اكيد احنا الكاميرا حقت مكه الحرم هذا بس هذا ما شاء الله عليهم كله يعني على قد ما هذا. لكن طب الا ما سمعت اشرف انتقادات، لانه في الاخير يقول لك دائما لما جيت انفولف الاطفال في السوشيال ميديا انت كده بتعرضهم لحاجات مره كثير، اول حاجه الخصوصيه بتروح، بتكبرهم عن سنهم بسرعه عن الوقت المفروض، حاجات مره كثير، ايش ابرزها وايش الاشياء اللي تتفق واللي ما تتفق؟ لا شوف انا كانتقاد الحمد لله نكشت الادبيه. لا عادي خليني اخذ راحتها. ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ الحمد لله لقيت احد ياخذ حقي من الادبيه. الحمد لله. ممكن قول لي ممكن خليها تكمل يعني ممكن تعدل المصطلحات اللي بتطلع منك ومصاري. قول لي قول لي يا اشرف. لا شوف كانتقاد يعني انا الحمد لله الحمد لله الين الان انا ما لقيت انتقاد انه يجرح او حاجه، لانه اطفال يعني بالعكس اللي بتتابعني ام اب اطفال، يعني الام بتشكرني ان انا بعامل عيالي وزوجتي، الاب بيشكرني انه انا غيرت مفهومه، فالحمد لله لان الان لانه رسائل مغطيه. ايوه انا انا في احيانا افكر انه نخش في كرساله انه زوجتك عيد ميلادها ايش تجيب لها هدايا، ايش تعمل لها، ايش تسوي لها، فعشان يكونوا مبسوطين. والناس كمان انا في ناس يقولوا احنا يعني احنا سعيدين جدا باللي انتم بتسووه، يعني يعني الحمد لله نبغى نوصل ان احنا كرساله في حميميه، في رسائل تعاطف بينك وبين ابنائك، في بالزبط. حاجات الناس حقيقي اعرف ناس ما يعني ما يعرفوا كيف يكونوا عطوفين. بيقول لي انا انحرج عامل ولدي بمزح وضحك، المعامله رسميه ما حسيت انها حلوه. على فكره الطريقه المباشره الناس لما بتشوف التصرف اللي انت بتعمله ابنائك مع الوقت حيتبرمج في دماغهم انه عادي، انه عادي. في ناس تستحي يقول لك انا استحي مثلا او حاجه، لا موضوع ما في له حاجه. ايوه حلو. انا رجعت سليم ايضا. طيب ابغى اسالك اشرف، يعني فكره يوميات عائله ملسوعه جدا جميله، وبنشوف كثير يمكن زمان كان في هذه الفكره موجوده في البرامج الوثائقيه، كيف كل عائله بتوثق حياتهم اليوميه سواء على اليوتيوب او بينعرض مسلسل يومي على التلفزيون. صحيح. فما فكرتوا انكم كعائله ممكن يتحول هذا الموضوع من مجرد سناب شات الى مسلسل او الى مثلا يوتيوب او بلوجات يوتيوب؟ يعني احنا شوف احنا انا الين دحين يعني متخوف من موضوع انه كنان، انا مبسوط اليوم لانه كنان يعني قبل التصوير ما شاء الله يا عندهم امه يا عندهم ابوه على طول. ما عنده غيرهم، فالان بديت اشوف انه ما يخاف من الكاميرا، وفي احنا طبعا من المدينه وفي المدينه منتجين كثير وداعمين كثير حابين انه ايش رايك نعمل معاكم في اليوتيوب نعمل زي كذا. الفكره في بالي ان شاء الله، وانا ما دام انه الحمد لله ما هم خايفين من حاجه ان شاء الله نبدا فيها. ولا تتعامل مع شركات، كف بسم الله. لا تتعامل مع شركات، نصيحه مني والله، خليك لو تتعلم المونتاج بشكل سريع يكون افضل لك، حتى يعني ما في تقييد مع شركات هي لا كفكره. انا يعني في بعضهم قالوا لي ما تحتاج الكاميرات خلاص بمجرد بالجوال وخلاص، بس انا ممكن انك تصور وتوثق هذا كله. عندنا مقطع ثاني صح؟ عندنا مقطع؟ اها يا ماما راسي بنيتي بابا تحدى راس حال الجوال فخش بيه؟ اتحداك حبيبي. شوف الجو كيف يا بابا، غبار، ما ينفع نروح النور دحين ترى. انا اتصرف. ها؟ فين رايح؟ انا اتصرف. يا ابني تعال. انا اتصرف. لا دقيقة، كنان كنان ايش كنت تسوي في المقطع هذا؟ ايش كنت تسوي في المقطع اللي شفناه قبل شوية؟ ها؟ ايش كنت تسوي يا بابا؟ بيكنس الغبار. لا قاعد تكنس الجو. قاعد تكنس انت؟ ايش؟
ايش تسوي؟ كنس الشارع. برافو عليك حبيبي، كنت كنست البيت. طيب بدل ما امك كل يوم تبهدلنا. احنا عموما نترقب ان شاء الله كل جديد، حقيقه نحتاج لهذا النوع من التثقيف بطريقه شديده، لانه ما عندنا ترى عائلات بتطلع وتاخذ اولادها وتسويها، قليل مره. صحيح. فهذا اعتقد نوع جديد حينتشر بشكل ايجابي. ان شاء الله ان شاء الله بنكون عند حسن الظن. ويعني بس اذا بتختموا انتم. أيوة. طب لا دقيقه. أيوة. الغالي اهم حاجه، انا عندي اثنين على قلب، الوالده على عين وراسي بتتابعني، قالت لي انا من الصبح بزغرط. نوجه لها تحيه. اكيد اكيد اهم حاجه، هم اكبر غادي على راسي انا من فوق. هذه اللي ليها ام كنان. ام كنان والله. اوجه لك تحيه واقول لك ارحمينا كل يوم بتطردينا من البيت. قول لي ماما اي حاجه، قول لي ماما اي كلمه كبيره. الحنود لا تطردينا. لا تطردينا. ريتام مبسوطه على طول. شكرا لك اشرف. وشكرا لك كنان وريتام اللي شرفتنا اليوم في الاستديو في الرمسات. شباب الحمد لله سلامتكم. الله يسلمك. جايين من المدينه. شكرا حقيقه، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يديكم العافيه. شكرا لكم. الله يعافيك. توفيق دائما. طب كنان تقعد معنا الحلقه كلها اليوم؟ ريتام تسالين انا اسالك. اسالها هي. طيب ما اعرف. هو انه الله يجمعكم دائما على خير. حنكمل اخبار وسوالف لسه وراجعين. خلوكم معنا. تحسبي انت ايش تحسبي؟ ترى الموضوع ما بسيط. انا اليوم اهنيك على اللوك. شايف منظرنا؟ يعني رايحين طلاب مدرسه في اي مرحله؟ انت خليتي فيها لوك. انا حسميك لمية المنكوشه والله. لا يعني عادي. شو بعد اللي سويته فيكي ريتان؟ بالعكس احلى شيء صراحه اللي سويته اليوم. يعني هذه روح الاطفال اللي نحن نفتقدها في كثير من الاطفال الموجودين حاليا. بس انا خليني اسالك سؤال قبل ما ندخل على فقره الاخبار. تتفكر بعد اللي شفناه اليوم، فكرت بينك وبين نفسك متى راح تتزوج وتخلف، ولا اجلت الموضوع الى ما لا نهايه؟ لا لا بالعكس. اولاد اشرف ما شاء الله خلوني يعني اراجع من جد، اراجع نفسي اقول فين اولادي، عارفه كذا اقعد اطالع. ما شاء الله عليهم حركين ويعني في اولاد دائما يكونوا هاديين تعرفي، بس كنان وريتان، ريتان ما شاء الله عليهم فيهم حياة. الله يحفظهم يا رب. يس اكيد امين يا رب. بس انا اتوقع لو انت خللت طرات راح تكون العائله الارستقراطيه. ليش؟ عرفت ليش؟ لا بسبب الرولز اللي عندك. ما اعرف كيف اطفالك راح يعيشوا حقيقه. الله يعينهم من دحين. انا اقول والله انا غلبان. خير نروح ل والله غلبان. بس انا ما احب الازعاج والهذا. أيوه. على طول خلينا نبدا اول اخبارنا احسن عشان نشوف المزارع ايش اللي سوى هذا المزارع بالفيديو بعد ما انقذ الخروف اللي غطى الثلوج. حصد مزارع من ويلز اعجابا واسعا بعدما ظهر هذا المقطع الفيديو وهو يحفر بيده وسط الثلج لاجل انقاذ خروف عالق، واستمر في الحفر الى ان ظهر راس الخروف الذي كان مغطى بالكامل بالثلج، لكنه ظل على قيد الحياه. جميل. حلوه الانسانيه جدا. دائما الانسانيه بنشوفها في صور كثيره، ما بتقتصر فقط على الانسان ولكن على البشر وعلى الحيوان ايضا. فيما بينهم بتكون عندهم الكثير من الصور الانسانيه. صح صح صح. زعلان؟ لا ماني زعلان بالعكس. أنا جاف استحضرت كذا موقف مو انسان، ما هو انسان يعني من بشر، فقاعد اقول سبحان الله كيف اختلاف الناس. الناس في ناس عندها رحمه، في ناس كده يعني قاسية. بس جافة. الجميل دائما يفكر في الجانب الإيجابي طراد، أنه ما زال هناك بعض البشر في قلوبهم بعض الرحمة التي فقدت عند الكثير. إيش رأيك في اللغة العربية؟ الله أنا قاعد أقول من أول أصلا والله اللغة العربية ماسكة معي اليوم من بعد بإذن الله. فأنا كده أجيب لك كل القواعد اللغوية خصوصا في هذه الفقرة. عموما إلى خبر آخر، والصين تبني ناطحة سحاب أفقية راح نشوفها مع بعض. تخيلوا أن نشرت شركة كابيتال لاند الصينية صورا لناطحة سحاب أفقية تستقر أعلى أربع ناطحات سحاب أخرى بارتفاع يصل إلى 250 متر، وتجري أعمال الإنشاءات حاليا على قدم وساق، وسيتم افتتاحه في عام 2019. حلو. ناطحة السحاب فعلا. Yes. يعني هي دائما هي ملفتة الحالة، فما بالك بناطحة سحاب بالأرض. فضاوة فضاوة. لا 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 شيء جميل جدا ترى على فكرة. أفقية يعني هي ناطحة سحاب أفقية، شيء جميل. من سوى قبل كذا؟ والله ما بالنسبة لي. لماذا يقل التعب
أثناء ممارسة الرياضة بالموسيقى. ليش يقل التعب؟ تعرف ولا ما تعرف؟ لا. يقول لك يعود هذا. ايش بك يا لميا؟ خير؟ سوري. انا على الهواء. يس. يعود ذلك بالسلام. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعدي الحلقة دي على خير. ايش بك انت؟ فقرة مصاريع ولازم شوية تركز فيها. يعود ذلك بسبب دراسة حديثة إلى أن الموسيقى تلعب دور مهم في تخفيف الشعور بالألم خلال ممارسة التمارين الرياضية لتأثيرها على الجهاز العصبي، فبعد 10 دقائق من التدريب ينخفض هذا الشعور بالألم بنسبة 10% وتصل هذه النسبة إلى 50%. أبدا مو نسبة بسيطة. واو. جميل. إلى خبر آخر. قولي لي. خبر يعني صراحة جدا جميل وأنا عجبني وناسبني. كل أخبارك جميلة والله، يعني نفسي خبر حقول لك عليه يضايقك. لا حقول لك عليه وشوف أنت جميل ولا مو جميل. يلا أوكي؟ طب قولي. يلا. طبعا تقنية جديدة، هذه التقنية إيش حتسوي؟ حتساعدك أنك تجد ممتلكاتك المفقودة. وصاحب التقنية واللي افتكر هذه التقنية كان جوش طبعا يلعب مع بنته لعبة الغميضة. فجأة اختفت البنت. طبعا الأب والأم أصابوا بالهستيريا والذعر لسبب اختفاء ابنتهم، فالبالغة من العمر 6 سنوات تخيلوا. ففي تلك اللحظة راود جوش فكرة تقنية جديدة لمعرفة مكان أي شيء فقدته، حيث أسس شركة بينج جي بي اس طبعا لبيع وتسويق هذه المنتجات، وتقوم فكرته على ملصق يتم لصقه على ظهر أي شيء تخاف من فقدانه. إيش رأيك؟ يعني زمان كنا نقول دق على المفتاح شوف فينه، هذا الان صار يمدينا ندق على المفتاح نشوف فينه. شفت كيف؟ ايش رايك؟ جميل ولا مو جميل؟ يعني خلاص قلبي تعب من الجمال. والله حبيته، يعني حلو تسخير التقنيه في اشياء ممكن نستفيد منها في حياتنا، خصوصا يعني الجوالات لما بتضيع تنسرق، اشياء جدا مهمه، ممتلكات قيمه بتكون موجوده عندنا. فبهذا التطبيق وهذه التقنيه راح تساعدنا كثير. طب خذي القيمه عندك هذه الاكبر من الشيء اللي ممكن نتخيله، اللي هو العثور على اقدم رساله في قنينه بالعالم. لكم ان تتخيلوا هذا الامر، عثر شخصان في استراليا على اقدم قنينه موجوده في العالم الحامله للرساله في يصل عمرها تقريبا الى 132 عام. لكم ان تتخيلوا بداخلها ورقه ملفوفه اكتشف أنها مكتوبة باللغة الألمانية، ويعود تاريخها إلى 12 يونيو 1886، وأكد متحف أستراليا الغربي صحة هذه الوثيقة. حلو. إيش كان مكتوب في هذه الوثيقة؟ دحين انت سبت الخبر، سبتي ما فكرتي كيف جاتهم الرسالة. يعني أكيد جاتهم بما أنها كانت بقنينة جرفها البحر. اوكي بس المهم انه هم نشروا صحة هذه المعلومات. طب نبغى نشوف ايش كان مكتوب في القرن ال 1886، نتعلم الماني ان شاء الله. 12 يونيو يعني، فنبغى نعرف ليش نتعلم نحن الماني، هم يترجمون يرسلون لنا. مره بعقد المواضيع، بحاول اعقد لك الموضوع. لا ماني فاهم تعقد الموضوع، المواضيع سهله جدا خصوصا مع التكنولوجيا اللي عايشين فيها. والى مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما بنشوف فيها الكثير من الامور والاطفال المشاغبين واللي بيسعدونا في نفس الوقت. لطفله تشعل مواقع الفيسبوك بسبب رقصة مايكل جاكسون. طبعا أيوة. احنا شايفين الطفلة اللي عمرها 3 سنوات اللي خطفت الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد رقصة مايكل جاكسون، وأظهر الفيديو الطفلة وهي ترتدي قبعة مثل مايكل جاكسون، وراحت تقلد رقصته الشهيرة بطريقة رائعة وظريفة في نفس الوقت. الله ما في أجمل من كذا. يا ولد. فعلاً فعلاً. يا ولد. ما شفت أجمل من هذه المناظر ولا هذه اللقطات ولا هذه الفيديوهات في حياتي. تعرف ترقص هذه الرقصة؟ اوه لا والله على والله على ايامي لما كنا من ايام ما نزلت السحبه. أيوه. والله كنت اسحبها وكنت. طب نشغل لك اغنيه مايكل جاكسون. لا مش وش اسمه؟ مايكل جاكسون. جاكسون؟ جاكسون. حلو لميا حلو. اوكي انا افضل رقصه السحبه. والله ان شاء الله لما نصير فنان راقص ان شاء الله ذيك الساعه. انا اقول لك حاجه، لما تجي فقره الاخبار
قدمي لحالك. ليه؟ لانه انت مره كلجاتك كثرت وما فانا ما اقدر اي كلجه؟ ما اقدر اجاريكي. مره انت اللي بتدقق على كل حاجه لو ادقق لك. شوف المهم يا جماعه اقول لكم انه الصوره في اللوحه الفنيه اللي نشرناها اليوم فعلا كنت صادقه فيها واسمه برقع الصقر. لما قلت برقع الصقر كلهم قاعد يضحكوا علي. طلعت قال سنام ما اعرف ايش ربط سنام في برقع الصقر. انا قلت سنام على الجمل. أيه. ما كملت لما قلتي برقع كلشت في برقع. انا ضحكت على الكلج اللي قلتيها. إيه كيف قلتها؟ دحين فقرت كيف قالت لميا البرقع؟ برقع. طيب عشان الكحه تعبني خليني اقول لك اخر خبر. 89 90 89 ما عندي لك. شفت الكلجات سبحان الله. قولي خبر من انا ما سويت حاجه. اوكي 59% قابلون للتخلي على مواقع التواصل الاجتماعي، هل فعلا هذا صحيح او لا؟ ولكن بحسب استطلاع رأي اجراه مركز بيو الامريكي للدراسات كشف ان اغلبيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يعتقدوا ان التوقف عن استخدام هذه الوسائل لم يعد صعبا، وان 59% من الذين شملهم قالوا ان التوقف عن استخدام مواقع التواصل اصبح جدا سهل في الفترة اللي عايشين فيها. 59% نسبة غير هينة وغير قليلة أبدا، يعني إذا تكلمنا عن 59% عن نصف مجتمع. ففكرة جدا جميلة وحبيتها. وأنا ممكن أتخلى عن مواقع التواصل الاجتماعي، هل ممكن تتخلى عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ ديفنتلي طبعا طبعا ممكن أتخلى عن مواقع التواصل يعني، بس هي المسألة ما كانت مسألة يعني تسويقية وفيها بزنس، كان من زمان أنا سبت مواقع ولا عندي استعداد أصلا أربط نفسي. وفعلا يعني انا بفكر مليان انه في وقت حاسيب تماما، يعني مثلا ما اسيب تويتر، اسيب مثلا سناب شات، اسيب انستغرام. على فكره ما لاحظت مواقع التواصل الاجتماعي او التطبيقات اللي تنزل فتره يكون لها فتره وعمر زمني يختفي بعد فتره تماما طبعاً. يعني مثلا لو فكرنا فيها نحن بالموضوع، اول ما طلعنا على مواقع التواصل الاجتماعي نتكلم عن ماسنجر او الياهو او الفيسبوك على ايامنا زمان، الحين فين ماسنجر وياهو؟ اختفوا. زمان كان له ضجة جدا كبيرة وعالية، وأنا أتوقع أنه دحين نحن في زمن سناب شات انستغرام، بعد فترة راح يختفي هذا الزمن، ممكن تطلع تطبيقات ثانية تجذب الناس لها ويروح زمن انستغرام أو مواقع التواصل الاجتماعي. بس بالنهاية الشيء الوحيد اللي دائما نحن عارفينه ومستحيل أنه يندثر أو يقلد أو يتكرر هو التلفزيون، هو الشيء الوحيد اللي الناس مستحيل أنهم يستغنوا عنه. انت متاكده من هذه المعلومه؟ يس. عشان في دراسات بتقول ان التلفزيون راح يتم، هو الراديو يتم الاستغناء عنه في القريبه في المستقبل البعيد. انت هل شفت بيت ما في تلفزيون؟ يس. من جد؟ يس يس. كانوا بيستخدموا ال ال البي سي الكمبيوتر الشخصي في اي حاجه. انت قصدك ريسيفر مو تلفزيون؟ لا انا اتكلم على التي في. كشاشه ايوه طبعا موجود. ما في عائله ما عندها شاشه تي في اوكي. ولكن في عوائل ما عندها مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات تحديدا اوكي. وانا قابلتهم فعلا، شفت امراه يعني فعلا ما تستخدم سناب شات. راد لما سالتها ليش ما بتستخدم سناب شات او انستغرام، تقول عشان اوري اولادي انه نحن وي كان ليف without social media. فشيء جدا جميل وعجبني. قليل ما تلاقي زي كذا. قليل جدا، بس ممكن ترى 59% نسبة جدا كبيرة وما هي هينة ابدا. عموما احنا حنتحدث عن موضوع او فكرة مختلفة في الفقرة الجاية في حكاية ابتكار لمنع السقوط في فتحات الصرف الصحي، حاجة مبتكرة حنعرف عنها راجعين. تعودنا دائما أن نشوف الابتكارات من أشخاص بالغين بعد ما عدوا بشوط وقطعوا شوط جدا كبير من التجارب والخبرات والدراسات أيضا، ولكن لما نشوف ابتكار جدا جميل من طفلة بعمر 15 سنة لا نوقف هنا، ولازم نتكلم عنه ونعرف تفاصيل أكثر عن هذا الابتكار، وأيضا نعرف أنه نحن ما زلنا بخير. منى كردي منوره ومشرفه، كيف حالك؟ الحمد لله. يعطيك العافيه، احنا جدا سعيدين بوجودك اليوم لانك عملت ابتكار مهم وعملي للناس. احنا طبعا نعرف انه قبل سنتين تقريبا كانت في حوادث كثير في سقوط اطفال في يعني صرف صحي
وايضا فتحات موجوده في اوقات في اماكن عامه. فهذا الاختراع او هذا الابتكار عفوا كان غير مكلف وايضا يحمي الناس من السقوط في هذه الفتحات. جميل. بدايه خلينا نتكلم منى عن بداياتك واكتشاف موهبتك وابتكارك ايضا. اول شيء انا مره سعيده اكون هنا ومره شرف لي اكون معاكم. انا منى عمري 15 سنه وانا في صف اول ثانوي، انا في مدرسه سيدار العالميه. قبل سنتين تقريبا لما كنت في نواهي ثاني متوسط، ابوي قال لي عن برنامج موهبه انا ما كنت اعرف فيه له، عشان مدرستي انه مدرسه عالميه يعني ما سمعت فيه له. فلما صرت ثالث متوسط قدمت على اختبار قياس حق موهبه والحمد لله انقبلت، ومن وقتها صرت انه اعرف كثير اشياء عن البرامج حق موهبه واللي متعلقه بموهبه، منهم برنامج ابداع. وبرنامج ابداع كان حق 2017 انا اشتركت فيه له في بابتكاري والحمد لله تاهل للمرحله الاولى. بس حلو. هو هذا الابتكار له اسم معين؟ ايوه، شبكة النجاة من مصائد الصرف الصحي. حلو، كيف بدأت معك الفكرة؟ وش معنى هذه المشكلة اللي مسكتيها وقلتي لابد؟ هل في تعرفي أحد أو القصة مرة يعني لمستك؟ يعني ما أعرف أحد إنه سبيسيفيكلي، بس إنه سمعت كثير عن الناس اللي كانوا يطيحوا ومرة إنه كانت قصص مؤثرة يعني. فجأة الناس إنه كانوا عاديين بيمشوا بعدين فجأة طاحوا يعني مرة كده إنه كلنا سمعنا عنه وزعلنا. صح. أيوه صح. إنه مشكلة يعني مو لازم تكون مشكلة والناس بيموتوا منها. فمن بعدها لهذه المشكلة لما جات المسابقة أنا حبيت أشترك بمشروع إنه أنا أقدر مثلا أحمي الناس فيه ولا أساعد المجتمع، يعني ما أبغى إنه أكون مرة ساينتفك. فلقيت إنه هذه المشكلة إنه مشكلة متواجدة عندنا للأسف. توصفين الابتكار كيف شكله؟ أيوة، هي زي شبكة الصيد، هي مصنوعة من حلقات الألمنيوم. الألمنيوم هو مرة رخيص في المملكة العربية السعودية وأنحاء العالم تقريبا، وما يصدي ويتحمل تقل ويتحمل كثير إنه أشياء عليه يعني يتحمل ما شاء الله. فاخترت هذه المادة عشان أكثر من سبب، وكمان اخترت مادة الربر عشان الربر نقدر نحطه على الأطراف ونقدر إنه الربر هو يقدر يكون عكس اللو حق البريشر، إنه لو يجي عليه ضغط يقدر يمسك بسبب الضغط، يقدر يحبس الضغط وما يتحرك. فأنا اخترت الربر نقدر نحطه على الأطراف، وساعتها لما إحنا نحط الشبكة حيلصق بسبب الضغط، يعني مو لازم أي حفريات ولا أي شيء إنه صعب عشان نقدر نحطها، يعني ساعتها ولا أحد يقول إنه ما قدرنا نسويها، يعني حتكون إنه مرة جدا سهلة والمواد جدا خفيفة ويعني نقدر نلاقيها في أي مكان بالزبط. موجودة والتنفيذ أتوقع راح يكون جدا سهل. صحيح. أيوه، وحتى هذه الشبكة برضو فيها إنه فتحة في النص، إنه هي السبب الأساسي اللي يفتحوا فيه يعني غطاء الصرف الصحي هو عشان يحطوا الأنبوب، فهذه الشبكة حتكون فيها فتحة في النص للأنبوب، وهذه الفتحة كمان حتكون مغطية في الربر. الصرف اللي يسحبوا أيوه. فيها. أيوه، حتكون مغطية بالربر عشان يعني ما تفتح إلا بالضغط، ساعتها يعني ما في أحد يقول إنه لا إنه إحنا شلناه ولا ما شلناه، يعني ما حيكون في سبب إنه يشيلوه، إن شاء الله تكون محكمة. فكرة إنه أنت شفتي مشكلة موجودة في المجتمع وحاولتي إنك تحليها بابتكار جدا جميل أو تساعدي في المجتمع وتخدمي في هذا المجتمع، فكرة جدا جميلة، بس بعرف مين قال لك على هذه الفكرة؟ هل أنت من نفسك شفتي هذه المشكلة وحاولتي إنك أنت تصلحيها، ولا أحد قال لك لا شوفي ابتكار أنت تخدمي في هذا المجتمع؟ هو أول شيء أنا عشان المسابقة، بس أنا لما سمعت عن المسابقة يعني أنا حبيت أسوي شيء يساعد المجتمع، ولا مشكلة يعني موجودة مؤقتة، يعني ما أبغى هذه المشكلة إنه تزيد عندنا. فجلست مع أمي وأبويا وجلست أناقشهم، يعني إحنا على طول نتناقش في البيت، يعني لما أنا ما يكون عندي شيء وهم ما يكون عندهم شيء نجلس نتناقش. فتناقشنا فكرة، مو الفكرة، المشكلة هذه إنه كيف الناس جلسوا يطيحوا، وإنه يعني it was a tragedy، يعني مرة يعني مو لازم يموتوا مأساوي. أيوه مرة. وجلسوا يموتوا. إحنا في يدنا حلول كثير. أيوه، ونقدر نحل المشكلة، يعني ما هي مشكلة إنه مرة صعبة نحلها. فمن وقتها احنا فكرنا، بس هو يعني الفاينل برودكت هو مو كان الفكره الاساسيه، الفكره الاساسيه انه بس شبكه زي شبكه الصيد مصنوعه من حديد ونحطها وتنفتح بمفتاح انه خاص ليها. بعدين لما رحت على ورش عمل وصرت اسال الناس صار يقول لي صح انه حلوه الفكره، بس يعني مين حيجي يحفر جوات فتحات الصرف الصحي؟ ما في احد حيجي يحفر، يعني يا دوب احنا عندنا اشياء اهم نهتم فيها، ما حنروح نهتم بفتحات الصرف الصحي. فهذه فتحت لي عيني انه لا هذه مشكله، ما يصير نحفر. فعشان كده حطيت الربر حوالين الشبكه ساعتها يجلس بسبب الضغط،
انه لو نحطه حيلصق، انه حينحبس الضغط وحيلصق. واخر شيء انه لما كمان لما سويت ريسيرش طلع انه الحديد يصدي، فما نقدر نحط حديد جوا، في مويه وفي رطوبه، يعني ما نقدر نحط حديد. والله منى بصراحه انا اهنيك على كل تفصيله انت بتقوليها، يعني ما شاء الله في ناس ما يعني ما يفكروا بهذه التفاصيل ولا يقعدوا يسالوا. الابتكار هذا حصل من سنه تقريبا. ايوه من سنه تقريبا. أيوه. نهايتي بس في فبراير اللي راح، الشهر اللي راح. أيوه. تكرمتي، بس ايش الجهات اللي كرموك؟ اول جهه كرمتني انا قبل انا الصيف اللي مضى يعني العام، قدمت المشروع للمنظمه العربيه الاوروبيه للبيئه اللي هي حق استاذ ابراهيم جمجوم، قدمتها وهم شافوا الفكره ودرسوها ومره عجبتهم، الحمد لله قرروا يكرموني. هي المنظمه في سويسرا، بس هي يعني منظمه عالميه في سويسرا، بس كان الملتقى الاول في القاهره، فالحمد لله رحت هناك وتكرمت. هم قبلوها عشان انه هي من جد تحل مشكله، انه مو لازم تكون مشكله، وهي مره رخيصه، يعني لو ما فيها تكلفه. اي ما فيها تكلفه، يعني التكلفه للشبكه الواحده حتكون 6 ريال، و6 ريال يعني مره قليل يعتبر. ايوه الاشياء اللي احنا ممكن بالضبط انه نقدر نحميها. ايوه. طب هل في جهه معينه تبنت هذا الابتكار او شافت هذا المشروع وقالت فعلا هذا يستحق انه ننفذه في شوارعنا عشان ننهي هذه المأساة الموجودة؟ لا لسه، بس تقريبا قبل اسبوعين رحت على الجنادرية في الرياض وجاء الاستاذ عبد الله الثقفي هناك ومرة عجبته الفكرة، والحمد لله يوم الاثنين ولا الثلاثاء الجاي بتكرم برضو من وزارة التعليم على الابتكار اللي ابتكرته، بس لسه دحين ما في أحد جاء وتبنى الفكرة، بس يعني دحين الفكرة يعني تقريبا يعني كل الجهات تعرفها، فيعني بإذن الله قريب وتتبنى إن شاء الله. أكيد بعد الابتكار هذا جاتك أفكار ثانية منى. أيوه. إيش في بالك؟ بس من غير ما تحرق شيء عشان الأحد ياخذ أفكارك. ما اعرف، بس يعني انا يعني ما احب انه ادخل مره ساينتفك، ابى اشياء انه كذا تساعد المجتمع، مثلا مشاكل صغيره نقدر نحلها. يعني ما اقدر اقول اكثر من كذا عشان لا تحرق منك. ايوه بس يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني قدام. طب وكمان انت ما شاء الله حصلت على المرتبه الاولى في المملكه في علم الفضاء والصواريخ. ايوه سويتي في علم الفضاء. ايوه هو بعد ما دخلت مع موهبه كان عندهم كورس في السمر انه نروح على جامعه الملك سعود في كورس اسمه اوكسميديكا تسويه كامبريدج واوكسفورد، بس يعني عشان احنا بنات فجوة المملكه، فهناك اخذت كورس عن علوم الفضاء والصواريخ، والحمد لله بين 20 بنت من انحاء المملكه اخذت انه المركز الاول بينهم، يعني بست اوفرال ستودنت الحمد لله. اعتقد سبب نجاحك ما شاء الله منى ويعني استمراريتك هي الجلسه اللي بتجلسوها مع والدك ووالدتك وبتتكلموا وتفضفضوا مع بعض. ايوه الحمد لله يعني الناس بتفتقد لهذه الجلسات. ايوه الحمد لله، يعني انا عيلتي صغيره انه بس انا واختي واخويا وامي وابويا، بس ابويا محامي وامي انه كمان تعرف كثير اشياء مثلا تصير في البلد، فاحنا على طول نتكلم يعني عن هذه الاشياء، فمثلا انا ادي رايي، اختي تدي رايها، ابويا يقول لنا كذا صح وكذا غلط. يعني مثلا قبل اسبوعين ابويا جاء قال لنا انه سمع انه يمكن الارض تكون مسطحه، يعني كذا في اشياء مره غريبه نسمع عليها بنشوفها. ايوه يعني كل اشياء نقدر نتكلم عنها، يعني الحمد لله يعني ما بيننا باوندريز مره يعني. ممتاز ممتاز ممتاز. حلو، ايش الخطوات المستقبليه او اللي حابه انك توصلي له في المستقبل منى؟ بعد ما اخذت الكورس حق السبيس اند روكت ساينس اكتشفت انه انا مره احب الماث والفيزيكس واميل ليهم، فان شاء الله بتكون يعني ابى ادرس شيء متعلق فيهم ولا متعلق في الفضاء ولا كذا، عشان يعني مره انترستنج، وما عندنا كثير من الـ يعني السعودي وومن ان يعني سعودي ارابيا اللي كذا يختصوا، فان شاء الله اي ونت تو بي ا فيرست كذا. صحيح تراد حيزعل منك. ازعل؟ يس. على فكره انت بتقول لانه ما انت ما تؤمن بانه في فضاء وفي عالم فضائي ومثل هذه الامور، فهي تبغى تختص في هذا المواضيع. ايش صدري بدا يتعب. صدري بدا يتعب وحبدا ارد ردود. شكرا لك منى مازن فردي، ونتمنى لك كل التوفيق. ممكن اقول شيء؟ ايوه اكيد تقولي اشياء او شيء. موجوده اليوم عشان بنسمع عنك كل شيء. انا ابغى اشكر كل الناس اللي ساعدوني اوصل هنا، بالذات امي وابويا واختي واخويا وستي طبعا، وابغى اشكر كمان مدرستي على دعمهم، اميرتنا العنود
ومديراتنا وكل التيتشرز اللي ساعدوني اون ذا واي. مره شكرا. اكيد نقول لهم كمان شكرا، لانه فعلا احنا نحتاج امثالك منى في طريقه التفكير وفي كيف نعطي للبلد وكيف نعطي الناس اللي حولنا وكيف يعني تكسبريس اور سيلف بطريقه صح، ونعطي كمان حتى نعطي نكون فائده في المجتمع، نكون لنا فائده في المجتمع ونسخر هذا في انجاز ونجاح حاجات كثير. شكرا لك. انا حكون جدا سعيده ومبسوطه لو شفت ابتكارك طبق في شوارعنا، شيء جدا جميل تصدق. اي والله انا ما اعرف بس انا الان مترقب ايش حيكون ابتكارك ان شاء الله. دمية انا ما ابتكر. انا الناس تبتكر وانا اشوف ابتكاراتها ما اعطيهم رايي. إذا فعلا يعني تحتاج أي حلول أي استشارات تعالي لي على طول، عندي استشارات. على أي أساس أنا ماني فاهم؟ لا لأنه أفهم في ذي الأمور شوية. تفهم في إيش؟ أفهم في ذي الأمور. طب أبتكري؟ ما أبغى أبتكر، ماني فاضي ابتكارات. خلي الابتكارات للناس الابتكارات. لمية مشغولة عموما. إيميل برنامج هاشتاج ساعة شباب عشان خاطر عيونكم يعني حياكم. ما أقول شيء. لازم على نهاية الحلقة ما أقول شيء. كنت معاكم أنا لمياء غالب، فمان الله. أنا كنت معاكم طلعت سندي. السلام عليكم.